السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. المنتخب الوطني الجزائري أمام فرصة كبيرة لوضع قدم في كأس العالم 2026 من أجل يعني الفوز في مباراتين أو حتى وين نفوزوا على غينيا نحبسوها في بلاصتها ونجيبوا تعادل نخلوا هذوك في بلاصتهم فانيك. المهم ما ننهزموش. وسيلعب المنتخب الوطني خلال فترة توقف الدولي لشارجوان الحالي مباراتين مهمتين لحساب الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام كل من منتخب غينيا وأوغندا. ويتواجد المنتخب الوطني الجزائري في المركز الأول بفرق 3 نقاط عن منافسيه غينيا وأوغندا وبوتسوانا والموزمبيق، وبفرق 6 نقاط عن منتخب الصومال الأخير. شو كيفاش 6 نقاط يقول لك باللي او جاب الواحد يكتب لي ثاني يقول لك ما تنساش باللي المدرب اللي راح خلى 6 نقاط. يعني انا هربي ب 3 نقاط بركه 6 نقاط انا هربي ب 3 نقاط 6 نقاط جابهم باطل ولا يعني بيه باللعابه اللي لعبوا كلش داو 119 مليار في عام. ماشي باطل. شكون هو؟ واحد قالوا له لو كان تبغي تحارب شا تحارب كيما نقولوا حنايا الفراعنه ولا العبيد؟ قال لهم لا، نقتل العبيد. قال لهم خاطر العبيد هما اللي يصنعوا الجبابره. شو كيفاش العبيد هما اللي يصنعوا الجبابره؟ بس يا ودي مدرب خدم مدة دراهم وراه 4-5 سنين 14 مليون اورو ما خفيه اعظم بانيكا 14 مليون اورو مالكم ما خدمش باطل. لا حتى اللعابه ما لعبوش باطل، الناس داو امتيازات. انا شو اللعابه اللي كانوا محليين اللي كانوا يلعبوا داو امتيازات، داو اراضي وداو منها. ماشي باطل. قعد تصفق انت، قعد تصفق ماشي باطل. سيبورتيه في البارتي هنايا بصح ما نقعدش انا نصفق عليه انا وي ما يروح نصفق عليه. صفقش عليه هنايا، صفق نفرح له في 90 دقيقة ملي يا صايد. انتوما بغيتو تردو انتوما 6 واحد عنده 36 واحد 37 واحد لا عيطولو انتوما. وين كنتو مقبل وين كانت هاد الانتقادات تاعكم؟ ما كان يكون يعني مات عندك قائمة صح يا ودي. تجيب انت واحد في 3 اشهر ما لعبش، تروح تجيبو كي نهضرو كيما يقول لك مؤامرة ضد لونترينر. اليوم هادو اللي كانوا يقول لك مؤامرة ضد المنتخب الوطني، مؤامرة ضد اللي يقول لك هادو يكرهوا الجزائر، هو كانوا يقولوا لنا علينا انتوما تكرهوا هما، هي هذيك الحاجة فيهم ولاو يحوسوا علينا احنا. يقول لك هادو يكرهوا الجزائر، لا احنا كنا ننبهو كيما من نبهكم اي كامبي باللي راكم داخلين في نفق مظلم. انا ملي كنت نقول له يا لونترينر عاود ولي راك غالط في الطريق، قسم بكم رانا نقصرو. يا صح، حتى جات موريتانيا ارواحو على ما فقتوش اي كامبي ما قالكمش، قالكم ولا ما قالكمش اي كامبي؟ قالوا قالنا وانا ما تامنوش. قلنا لك خاصنا شويه عاطفه كف. اي عاود الطريق اللي جيت منها، هي عاودوا لي، اي حصلوا في الفار يقبلها في من حصلتو. حصلتو في السحور روحتو، اي روحوا تشو حصلوا في الفار روحوا. امام موريتانيا اونترينير يقول للعابه نورمالمون تعطي خطه تحط له كيما هكا هاكي تلعب هاكي دير. الفار فار 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 فار، تحسب باللي جوار فار تجي لهنا القنوات تاعنا يقول لك الفار ما قامش بالدور تاعو. حاول الفار ناف هذا 10 11 12 13 14 هذا شي يلعب مليو تيرا الفار اي عقول صغيرة والله غالب. كي تشوف بارتي نتايا بوروسيا مع الريال في ثقافة تاعهم ثقافة سبحان الله. ويتواجد المنتخب الوطني سعى ويعتبر الفوز في مباراتين قادمتين خطوة كبيرة للتأهل إلى المونديال، إذ سيرفع الفرق إلى 6 نقاط على أقل أمام منتخبات منافسة لمنتخبنا الوطني لهذه التصفيات، وذلك بعد مرور 4 جولات فقط.
وكان المنتخب الوطني الجزائري قد انتصر في أول مباراتين في هذه التصفيات أمام كل من الصومال والموزمبيق. إحنا الصومال ومن عندنا موزمبيق تعقلنا اللي قلت لكم موزمبيق. أنا مازال ما تفرجت غينيا، غادي نتفرج غينيا اليوم ولا غدوة إن شاء الله ونعطيكم. المهم عندهم ناف تاعهم اللي يلعب في الألمان، يلعب في الأندية، يلعب في البطولة الألمانية شوية صعيب، بصح من بعد نعطيكم طريقة. كيما نهار موزمبيق مي قلت لكم، قلت لكم هو فور علينا، قلت لكم بصح ستيلا قارعوا لا ديفونس تاعهم، اللاكس تاعهم يعطينا هدايا، وصح يعني تاع اللاكس تاعهم تاعنا زوج هدايا مركينا منهم، وما هما لا باقي ما بغاش تدخل وصايك، هذا مكان ربي يستر وصايك. هذه يا خويا party idea that we have. Yeah, party idea that we have. Party idea. تشبعها. اللي يبغي البولا يشبع. تشبع هكا. عينك تروى. نهائي بمعنى كلمة خارق العادة. ها نهائي يا جدعان. تشبع هكا. هكا تحس باللي بولا، اللي يبغي بولا فن تاع البولا يعني تحس. تريح. ريال ابوي، الريال يسموه ريال. سموه ريال. كانز ابوي. اشتوى لا ولا بارتي يجري ربيها بارتيا افهمكم تفرجوا بولا وسكتوا تفرجوا تفرجوا وسكتوا تفرجوا تعلموا ثقافة اللعب تعلموا. مولكم راني نشوف اللقطات قاسم بالله راني نهضر معاكم راني نعاود في إيه لقطات هكا صغار هكا با 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 كارفاخال فينيسيوس رأسية عالمية.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.